بسلطان بن حمدان بن محمد الهيان، يتوج مالك السولعية مانع بن علي بن حماد الشامسي 7:05 9 دقائق من الثانية، وعلي بن سعيد الزرعي المضمر بو راشد، وأيضا مبارك بن سعيد الزرعي. تهانينا الناموس، ألف مبروك على فوز السولعية. علي بن سعيد الزرعي هو أيضا من قاد هذا الاسم، ومبارك بن سعيد الزرعي. الأخوان في أيضا ديربي رائع ومميز، شوط الجعدان السولعي لمانع بن علي بن حماد الشامسي 7:07 3 أجزاء من الثانية. تهانينا، ألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. هذا هو مانع، وهنا علي بن سعيد الزرعي ومبارك بن سعيد الزرعي مضمرين السولعي والسولعية. هانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الذي قدم من خلال هذا الاسم. هنا أيضا مبارك بن سعيد الزرعي أخو علي بصورة تذكارية مع سمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان. الشوط الثالث كأس المحليات مع المدينة، سعيد بن حميد بن سعيد بن عامر النيادي. هانينا الناموس على هذا الفوز والانتصار. هنا سعيد وأيضا عبيد بن غدير عبويضة 7:03 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز المدينة صاحبة كأس المحليات في جائزة زايد الكبرى، أيضا تظهر بكأس آخر. هانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما البندقية الشوط الرابع مع أيضا الشداد محليات الأصايل. هانينا لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي مع أحد الصفقات الرابحة التي أبرمها بن كليب يوم الأمس من خلال هذا الفوز والانتصار ب7:07 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيف بن علي بن كليب الكتبي، وتهانينا لعبد العزيز بن سيف بن كليب على الفوز بشداد المحليات. أيضا هنا رامس أبو ضبيب العامري أيضا كان مالك معز سابقا. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شكرا أبو سعود وأيضا علي أبناء سيف بن علي بن كليب على هذا الفوز والانتصار. هنا هويدن بن عبد الله اليحافي أو حمدان بن سليم اليحافي ومضمرا لمعزز اتخذت النهاية. تهانينا ومشكور اليحافي. هكذا الصور التذكارية مع سمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد الهيان. نبدأ بأشواط الانتاج والمنتجين. الرخامية هي بطلة هذا الشوط، بطلة كأس المحليات. هانينا لسالم بن راشد بن غدير الكتبي، هانينا لحمد ومحمد وسعيد وعلي أبناء راشد بن غدير الكتبي على هذا الفوز، وتهانينا للدينامو الحميدي بن سالم العمري. كأس المحليات، هنا محمد بن راشد بن غدير والحميدي بن سالم العمري، وأيضا مكتوم بن محمد بن راشد بن غدير يستلمون كأس الرخامية من سمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد الهيان. شكرا الدينامو من قدم الرخامية في هذه الأمسية الرائعة. هنا مكتوم بن محمد بن راشد بن غدير. أيضا هنا صور تذكارية لفوز الرخامية. بندقية الجعدان المحليات الأصايل للإنتاج النادر ويضيفها على التوالي بعد ختامية المرموم. مبارك بن محمد بن نصر العامري 7:13 6 أجزاء من الثانية محققا التوقيت الأفضل والأجمل. هنا مبارك بن محمد بن نصر العامري، أيضا علي بن صالح النصر العامري وأبنائهم بصورة تذكارية جميلة من خلال هذه الصورة المعبرة، وأيضا محمد بن سالم اليديلي معهم يعيش هذه الفرحة. بينما يأتي
صوت المهجنات الذي قادت فيه تكريم مع خلالها ظافر بن راشد بن سويدان بن حضير بن الكتبي. هانينا والناموس، هانينا لسالم بن راشد بن سويدان الكتبي على فوز تكريم لكاس المهجنات. ألف ألف مبروك، وذهب إلى الهير هانينا والناموس. هنا أيضا زملائهم وأخوانه، هذا ظافر، تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدمته تكريم في هذا المساء الجميل الذي شاهدنا من خلاله التحديات الجميلة. هذا المضمر هويدن بن عبد الله اليحافي، هانينا والناموس، مشكور يا هويدن. أيضا مقدمة تكريم بهذا الأداء المتميز. الختام كان رائعا وجميلا من خلال أدهم أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، هانينا والناموس. هنا مبارك بن أحمد بن مايد، أيضا محمد بن أحمد بن مايد الليمون الشداد، وحمد بن أحمد بن مايد. هانينا والناموس على فوزي أدهم، هانينا على هذا الفوز والانتصار. أيضا من خلال فوزي أدهم تهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي، مبارك والناموس أدهم والإنتاج الفاخر الذي دائما يقدمه بن مايد. شكرا سمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان، شكرا سعادة عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الإجن على تتويج الفائزين.